هذا جزء من 62. ما الفائدة من صلاتي للفجر حتى وأنا أظلمك، وأنت تصبح في صلاة الصبح وقبل صلاة الصبح تقوم الليل وتدعو علي لأنني أخذت من مالك أو خط في عرضك أو ما حفظت سرك أو آذى رجل ظلمتك يعني. أو آذى رجل زوجته أو آذت زوجته زوجة إلى آخر هذا. ما الفائدة؟ ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رأسهم شبرة. عاقل والدي مع أنه بيصلي، مع أنه صلي سبحان الله، ومدمن خمر والديوث يا ستي الذي يرى القبح على أهلي ويسكت عليه. إذن قضية أن تجد واحدة تصلي يقول لك أنا يا سيدنا الشيخ أواظب على اثنين وخميس صيام وأقوم الليل لكن غير محجبة. الله. أقول يعني تركت الفرض ومسك في السنة؟ سبحان الله. أنا لا أستطيع أن أقول لك اترك السنة لا، لكن أقول لك عليك بالفرض، فإن الفرض والنفل كرأس المال والربح بالنسبة للتاجر، رأس المال والربح. الله. لن يخلص لك الربح إلا إذا خلص لك رأس المال. الله الله جميل. ربط جميل. يعني يعني أنا الآن عندي رأس المال. لكن رأس المال هذا. رأس المال هو الفرد. الفرد. طيب هذا رأس مال. والنوافل عبارة عن أرباح. طيب. السنن. السنن. لن يخلص لك الربح. الربح لا يكون كامل في كاملا في يدك. أيوة. إلا إذا خلص لك رأس المال، يعني أنا اقترضت من البنك أو من المصرف أو اقترضت مبلغ. خلاص. كل ربح يأتي إلي ليس خالصا لأني أسدده. طيب مش الأول أعمل الفرض بقواعده. بسم الله من أسبغ وضوءها وأتم ركوعها وسجودها لفت كما يلف الثوب الأبيض وترتفع إلى ربها داعية لصاحبها الصلاة. حفظك الله كما حفظتني. الله أكبر ما شاء الله. وإذا لم يسبغ وضوءها ولم يتم لا ركوعها ولا سجودها لفت كما يلف الثوب الخلق ثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها قائلة له وداعية عليه ضيعك الله كما ضيعتني. سلم يا رب. لأن أبو حامد الغزالي يقول إن الصلاة جارية فهل تهدي إلى الملك جارية عمياء أو بكماء أو شلاء أو صماء؟ لا طبعا. لابد أن تختار أجمل هدية تغلفها تضعها، يبقى إذن خشوع خضوع ذلة لله سبحانه وتعالى. حتى وصل الأمر بأحد الصالحين يقول عشت 20 سنة أحفز نفسي على الدخول في الصلاة كاره كبيرة يعني صعبة ثم عشت بعدها 20 أخرى أحفز نفسي على الخروج منها. يا الله ما شاء الله. لما ذاق لما ذاق عرف. الله أكبر ما شاء الله. لما ذاق ودخل سبحان الله فتح الله. نعم. فتح الله لك. الله يرضى عليك خيرا. بارك الله فيك. النقطة الثانية في عندنا حكم تأخير الصلاة. نعم. تأخير الصلاة ان انا اؤخر الصلاة هي ما جاش في الاسئلة بس يعني موجود في يعني هم بيتصلوا بيسيبوا الاسئلة. طيب جميل جميل. عشان مثلا مش مهم. حكم تأخير الصلاة. قرأ سيدنا ابو بكر رضي الله عنه الصلاة في اول الوقت رضوان. الصلاة في اول الوقت رضوان. رضوان. أي. وفي اوسطه رحمة. وفي اخره مغفرة. رضوان رحمة مغفرة. مغفرة يعني في ايه؟ في ذنب حدث. ما انا لسه عايز اقول ما هي كده مغفرة يعني. حد يقول خلينا في الاخر. لا 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 مغفرة قد تكون مغفرة وقد لا كنا على الله. لا شوف شيخ وايدي ليس من يذنب ويضحك كمن يذنب ويبكي. ليس من يؤخر الصلاة لانه في زحمة السير المرور في ورطة معينة في يعني هو ناسية سبحان الله. ليس هذا يتساوى مع المتعمد والأمور ميسرة أن يصلي الصلاة في وقتها. ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ قال الصلاة الوقت. الله هو ده الصلوات الصلاة الوقت. أي العمل أفضل؟ أي العمل هو ده هو أفضل أفضل الأعمال. أنا حي على الصلاة حي على الفلاح ينادي مناد من تحت العرش يا بني آدم يا معشر المسلمين قوموا إلى نيرانكم التي أشعلتموها على أنفسكم بالذنوب فأطفئوها بالصلاة. الله الله تحترقون تحريث في الترمذي وصححه الحاكم تحترقون تحترقون فإذا صليت يعني تعملوا ذنوب من صلاة الصبح إلى صلاة الظهر توجب إحراقكم فإذا صليتم صلاة الظهر أطفأتموها ثم تحترقون تحترقون فإن صليتم صلاة العصر أطفأتموها إلى فإن صليتم صلاة العشاء أطفأتموها حتى ينام العبد وليس عليه خطيئة. الله الصلاة إلى الصلاة جمعة إلى الجمعة رمضان إلى رمضان حج إلى الحج كفر مش دي كل دي مكفرات الذنوب مكفرات هي كده العبد شوف خلي نجعل همتنا رضوان الله عز وجل لان انا ليا منظرين منظر خارجي ومنظر داخلي. المنظر الخارجي موقع نظر الخلق فانظر على
لباس الشيخ وجد النظيف الشيك الجميل، هذا نظر المخلوق، وأنا نظرتي إليك عدة ساعات في النهار، حتى لو كنت أعمل معك 10 ساعات كل يوم، لكن بقيت ساعات لا أنظر إليك. وهناك القلب محط نظر الخالق، والله عز وجل الناقد بصير كما قال الرسول لأبي ذر إن الناقد بصير. والناقد بصير يراني 24 ساعة الله أكبر. فينظر إلى قلبي طيبة ترى. أنت لما تخرج تستقبل الضيف تلبس وتستعد سبحان الله، طيب والله عز وجل ينظر إلى قلبي 24 ساعة، فإذا رأى فيها غشا وكبرا وعجبا ورياء وهوى واستكبارا واستعلاء ونفاقا وكذبا، فبالله عليك ما الحل؟ ما الحل؟ سبحان الله. وذلك قال علماؤنا استحي من الله كما تستحي من رجل عظيم من قومك، يعني استحي من خالي من عمي كبير العيلة مش كده جنب، يعني الولد لما يكون ماشي مع أبوه ماشي كده غض البصر، يا ولد في أقول أبوي الله يرضى عليك ماشي لأنه مستحي من أبوه تمام، لكن لو وحده مع زملائه بس يا ولد مفيش رقاب، لكن لو كان الله هو سبحان الله سبحان الله سبحان الله فتح الله لك ما شاء الله. الله فيك. والله عز وجل يقول في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين، وكانت يعني مش كان زمان مضبط يعني كانت زينا يعني إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا يعني فرضا موقوتا يعني موقت بمواقيت محددة معينة. فأنا بنسأل اللي بتقول تأخير الصلاة هو أخرها ليه؟ يعني هم عذرين فقط. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث قال من نام عن صلاة أدي واحد أو سهى عنها اثنين بس فليؤديها وقت تذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أيوة. ونوسع في فقه المصالح. أيوة. الطبيب الذي فتح بطن المريض في غرفة العمليات وأذن الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو ظهر الجمعة حتى هو طبعا يراعي أن لا يعمل عمليات في هذا الوقت، لكن نفرض جدلا أن العملية استمرت ليستمر على عمله. برج المراقبة في المطار اللي بيطلع الطائرات وينزلها خليه قاعد يعمل لغايه ما خلص، طب يا فلان خلي بالك وانا اروح اصلي وارجع زي صلاه الخوف. نصف الجيش ونصف لان الفقه مرونه الشريعه الله. عظمه شرع الله. الله يسر شرع الله سبحانه وتعالى. ولكن لا عذر لنا في تاخير الصلاه عن وقتها بدليل ان في جمع تقديم وجمع تاخير حتى مش مسافر. ان الحديث في البخاري ومسلم عن ابن عباس يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب في غير سفر ولا مرض ولا حاجه، فلما سئل قال لكي لا يحرج امته. لكن انا ليا سؤال، ولكن لا يؤخذ هذا الحديث على انه العاده ما يبقاش عاده استثناء لكن كمان السؤال هنا يجي واحد يقول لك ايه زي ما فضلتك بتقول اصلا انا في برج المراقبه ما اقدرش اصلا انا شغل تعرف انا شغلي ما اقدرش اسيب. انا بساله سؤال بقى ولو ما يجي لك اسهال يا اخويا بتعمل ايه؟ نعم تطلع تجري على طول على الحمام، طب ما تجري على الصلاه من باب اولى. يعمل الاسباب. واذا كان الله في قلبه والنور في قلبه كبيرا يكون موسويا النزعه وعجلت إليك رب لطلب. الله وعجلت إليك رب لطلب. اللهم اجعلنا من نعم.